الفيلسوف أنكسيمندر قال بأن المادة الأولية أصل الوجود هي مادة لا يمكن تحديدها، مادة لا نهائية، مادة بلا صفات. لا يمكن لطاليس أن يكون محقا وأن يكون الماء هو أصل الوجود. وضع أنكسيمندر رؤى ونظريات في نشأة الحياة وتطورها، وقال بأن العالم الذي نعيش فيه ما هو إلا عالم واحد من بين عوالم كثيرة. لتفاصيل أكثر ومعرفة كيف فكر أنكسيمندر، تابع الحلقة الرئيسية عن فلاسفة الطبيعة الأوائل والجمعية الفيثاغورية.